بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فدقا وكيل لحات يقبع قنشري يقصب سنة مسائل كالتنوير لبعض مسائل التكفير حينودن بي مسألة دي قصب سنة علاقة العقل بالكفر والتكفير سلاسا مسؤولني بحث قوي كده منابن إن شاء الله تعالى ما أنت تلمامينا. وحين صومر الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه منهج كيسة كوساب سمسألة ذا هي أصحاب الوجوه، أصحاب الوجوه من الشافعية كأبي إبراهيم المزني، أبي عبد الله الزبيري، أبي العباس بن القاس، أبي بكر الصيرفي، أبي بكر الغفال الكبير، أبي بكر الخفاف، أبي علي بن أبي هريرة، هي أئمة المذهب كأبي حسين بن القطان البغدادي، أبي عبد الله الحليمي، أبي بكر الفارسي، قاضي أبي حمد المروزي، وكلهم من أصحاب الوجوه المتقدمين. مركو حين صعد يين أئمة إمام كهرك إمام الشافعي أبي عبد الله الشافعي إن كفرها حرام نمت كيسة هي وجوب الإيمان وهي حكم عقليه، حكم عقليه كذلك سمعه. ومرك إنه قدره إن عقله وكمرنا مرك قاركو في أزمنة الفترات من السمع والخبر وهو شاس وإسك التقدير أو صحمة. وبعد الشرع والوحي والسمعنا أنه تلماني بلوى مالها قاركو التحدي أنه سمعني إن اللي هيلي كرين قف قال لما لقيه لي أما شرك كقومي أون شرع ذو قالي سنين أما مسلمين دو عيسين قالي سنين. مرك من قام به وصف الكفر أو الشرك إنه يكافر هاي عقلا وسمعا وأدلة السمع أدلة العقل هو شائسكو وافقين محايا لحقائق حسيقا أما عقلقا شرعه إنه قرم وين مدبي من خلافه. وحنو قد بين هذا النقوش إنه رئيبنا يضو نقل أكله. وحنو سوق أدنا إن الإمام ونقل سيديات مركا ساقاف كالله تريو تضبئ إمام بين سوشينا الشافعي كمدي هاي الإمام محمد نصر المروزي لو بقول سقاشني يأفرت بجريودي وإمام محدثة فقيها آدي آد ويقان خلاف كمسلمين تي إجماع وضح بل علم الإدادين وأعلم الناس باختلاف العلماء وإجماعهم علم أسكر راعين نكا وحكسه بجري طائفة من أهل الحديث في كتاب تعليم قدر الثلاث سبحانه ونشيق الدوناي إنه كالقادين مسائل الدين مسائل الشر من قد كتبت مريسان وحاكل سوء عن مسائل الشرائع شرائع دو صلاة وجوب كذا زكاة واجب نمت كذا حجك يوحي لها المال مسائل كاس ومسائل أن لقوك لك أن عقلك يفترضها أو لقد شوك هايو شارع لقد شوك هايو مسائل لمسائل الدين بألو يقانا أو إلهي وحي كنت تعلق إلهي جريتان كيسا صفات كسبات الكمال كأ صفات كالنوع عاسا مسائل كالنوع عاسا مسائل الدين بألي هذا روحي مرك إلهي قرتي إلهي قانون بان رسولنا الرمية أحكام الشرعان قاتة مرك لولا مسلين لسكو خلدين بيكاه لأي مدى هذا الكود وحي هنا أصحاب الحديث مركو كسو قوري وقرري وح أصحاب الحديث وخلاف سن طائفة موسى شيقين كذلك الشيخ حسين بن تيمية في كتاب كيس الإمام الكبير يا الإمام الأوسط بوسو قوري هذا الك مركاسو سلمي ولي وسيدا كدها خاصة كتاب الإمام الكبير وحور لما طائفة محيرة لما كان العلم بالله إيمانا والجهل بالله كفرا وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر وبعد نزولها من لم يعلمها ليس بكفر ليس بكافر عفوا لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أقروا بالله في أول ما بعث الله رسوله إليهم ولم يعلموا الفرائض التي افترض عليهم بعد ذلك فلم يكن جهلهم ذلك كفرا ثم أنزل الله عليهم هذه الفرائض فكان إقرارهم بها والقيام بها إيمانا وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله ولو لم يأتي خبر من الله ما كان بجهلها كافرا وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. وهذا الك الطائفة من أصحاب الحديث تعظيم قدر السلام مجلد ككوبات شنب قول إلا بات كفيري هذا الكذا البنان كي يالله اسكعد ويمحو قاضي إمامك أميهم حيكال وحيدة هذين ويكالدوانتهي إلهي سبحانه وتعالى هذا كجاهل نقطة أساقة جريتان كيسة ذات ديسة صفات كيسة صفات الكمال كأة معلوم من الدين بالعقل ضرورة أه هي مسائل كسمعيات كأة حيكال قادمر كأسل الدين هي السمعيات
الشرائع بي كلا قادم وحيدا دين إلهي سبحانه وتعالى إن لأقاذوا الله برتوى إيمان إن لقد جاهل نقضى إلهي يا حكام تيسي وحمدان يهينا وكفر فرائشة إن لقد نقمنا وإيمان إن لقد جاهل نقضوا إنتان لسودة جنن كهر أمرك لسودة جي لواجب لكذب مسلم هدو كجاهل نقضانا كقالوا ما يمحايا لبي دادين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام مرك أهر رسال نبي قال الله صوت دريبا الله يقيرين وتوحيد كسبي ميل سارين فرائشنا ميسن أغين جاهل بين كاهاين جاهل قائل فرائشة كجاهل نقضانا ما إيسن كقالوا بين كذب إلهي سودة جي وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج إلى آخره يوحي لها المالة صادرت الى بعد حتى بعد الفرائض بعد النزول والوحي مسلم كي كجاهل نقضى تقياسون قبوط فلنا وحبك النقن مهيو لكن وحيد هذين والجهل بالله اله لا جاهل نقضى اله جريتان كي صفات كي صفات الكمال اللي صفات وحاجر هدد كجاهل نقضى اله اذن قرن كرين علم الله سبحانه وتعالى كجاهل نقضى اله ما تقاند اله قدرته سي غنه سادات كجاهل نقضى الله ما تقاند صفات وحاجة الروح هذه أتقط المان تلقورن واتقانا صفات هذا الروح ترى كمط المان الغدي الروح ما تقانيد وابن آدم كده حيز والله المثل الأعلى برك صفات كخبرجة أيوة حيل مدين سمعيات كشرع إلى مدين أما الصفات العقلية صفات كذاتي قال لي هذا خبر كحر نين إله جريتان كيسية ذات تديس ولا أنتي لا أنتد أن لفهم كرين أما أن لرومين كرين أيوة وحيدا والجهل بالله في كل حال قبل السمع وبعد السمع وعيد وكفر قبل الخبر وبعد الخبر إذا محمد يمد كفر يتكفر إيمانية هدي لقدر قبل الرسل قبل البعثة إمام الشافعي عندنا وصوم مرة كتاب سأل رسالة سلف كده انتشار كده حفافي مقدمة إنه كقرر أحد والبون نبي كهر وإلهي أشرك يلا أما كفر كده عاي إنه أدون كان قال لها أمرك ودنتنا نار وكواردون كتاب كاسقا وكتاب كسلف كادو أمانة كفى إذا يست أي وجود عين جرين شافعي يا أحمد أورنجر كونتن صنو أي أن صلاة البنت كده وجود عيا إمام الشافعي وحتى رجوا وين كده وين نكل إذا الشافعي أي كتاب كفى إذا يست كتاب كمرك انتشر في السلف انتشار النار في الهشيم ومع ذلك مسائل كقرن هل لين أو السلف يا أو قن صدى أم الديدة ولا واي مرك مقررات كسلف ك أيها بدعية الدنباء امتحان كايت شك إنك غفرتي قبل وحوي هوشا أيضا أي سلف قرين طائفة أصحاب الحديث وكسو قوري نصر المروزي ومسألة مسلمة في جميع الطوائف حتى وحقون كأصحاب الحديث معها طوائف توحيسكو خلافين كلية وقوع العذاب نكي قبل الشرع قبل الدعوة كردعة قال لما يشرك كردعة ما العذاب إياه أيضا يسنمر اللهين عذاب إن أمته عذاب إنه مطان مرن كجرين لكن إيقاع العذاب يوقوع العذاب عليه بالله الله يا تاصيف خلاف كجرين موينة كون كان شرك كمجر إذن خلاف كمجر لأن الشرك في الألوهية ومن الجهل بالله عند العلماء قرآن كان قرري إلهي نادو الشرك يشو دعوة دون كسوق قاني أما كسوق قاني وحتى يجاهل بالله العظيم هذا إلهي تقانا إلهي أنكس أحد كم إذا ما انطلع صارتين ماذا بريدين وحماذا كر هذه السين هذا كف آمن سنتهاي أليس الله بكاف عبده أدون كلهم ملقى أما الرسول أما ولي أما صالحة ماذا توقتين ماذا كل لحتين وحضر كل لحتين مخلوقاتك وضوح أمه الدي تبرنا أبي الدي إن الإله سبحانه وتعالى هي هذا كوك الصوين أما أتكشك سنتا إنه وحكو ترها أيوه إذن شركك أزل كيسبوا من الجهل بالله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء محاكيم وإن من شيعته لإبراهيم نبي محمد حزب جيس وحاكم ذا أما نوح على خلاف التفسيرين نوح وحاكم ذا شيعته سل إبراهيم باكم ذا جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين هذا دي لو شرقية شين الله محتكف ليسان محتكف ليسان هيه إن لنا عذاب والنار كوارتا وحكا لما شميال شرك يوحي الله المالي إلهي سبتك سكمال كي يتنقائص الله تيري رب محقيري وما قدر الله حق قدره إذن مشركه قبل السمع وبعد السمع وجاهل بالله العظيم تائس كوك هذا صدرت المقيم وحوري فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله وحك الجاهل سبب متشره حيث جعل له من خلقه ندا وذلك غاية الجهل به كما أنه غاية الظلم منه
وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه. الداء والدواء سبحان الله بقول الله تنسى الكفيرية شركنا دلبو أهوات قرن إنسان شرك كتعلق إلهي ذاته سي صفات كسي أفعاش كتعلقه هي شرك الله بنا معاملة إلهي إلا عابدو أدونك كإيماني شرك قصاب سن إلهي جريتان كيسا صفات كصفات الكمال كأفعاش أو شرك الربوبية والأسماء والصفات اللي إلهي هذا هي شرك قصاب سن أدومة كإيماني معاملتهم لربهم حقي لا هذا ين عبادته يي بري هيان يي توق هيان يي طلبات كي باهي وجد بنيان لبلا سيك لا هاي مركي إن لسخ خلد لبدو ومركا ضد كل عضو جاهل باتي بالله العظيم نين إلهي قرن هنا متيد مسألة لبعض إنه هذا أرمنا برجوحه ويتنبيه مهم كا قفك إلهي عاصية وإن كان عالما به وجاهل بإجماع سلف الصالح قفك إلهي أشريقي له أشريقيالا إلهي أشريقيالا أسوق ولبا قرسان رب جريتان كيسا أسماء ديسا صفات كيسا ربوبية دا يا الأسماء الصفات أسنا واجاهل بالله انتو بقرآن كاكهل روح أسوق حجدو أي كوقنتي ودعوذ سوق قاعدين بالورن جاهل باتهاي مرهدو الليمت فالكردانا دين تأو الليمت قرآن كاو حتكو أركتن سورة النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب سورة أنعام أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم سورة النحل ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ابن عباس سلفكم مكي آياتهم فسرنا وحيدة هذه من عمل السوء فهو جاهل إله إنك عاصي الزنيستي بن شيء خمر عبئي مسلمين تدليئي حتقود بسمية وجاهل من جهالته عمل السوء إنه إلهي أقون رما يسترن وكعلي سمع عاسدة كوريسة وسن أقون أيوب حمانت أسمي ما دام يعصي الله فهو جاهل مربه دو إلهي عازي وجاهل وأجد دمرا مصيبة نقول عضي فنان نقول وام جاهل بهدله شيقو هي علنا معذور إسكد ماشي جهل وش يقبل معذور قولي هذا إلهي وكه الله يو وقولي جهلاء أو عذاب مطة هذه سنتوبت كيني مجاهد بن جبر حرى يا مكفسر من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن المعصيه سدي المفسر الكبير ما دام يعصي الله فهو جاهل حول مقيمك وتعليقين مسائل كان فاذا كان سبحانه وتعالى قد اثبت الجهاله لمن عمل السوء وقد اقر به وبرسالته وبانه حرم ذلك وتوعد عليه بالعقاب ومع ذلك فحكم عليه بالجهاله التي لاجلها عمل السوء فكيف بمن اشرك به وكفر بآياته وعاد رسوله أليس ذلك أجهل الجاهلين بالله أجهل الجاهلين عرادب إلهي الضمد مع سيدي ركسمي أيوه جهل أكو حكومي حقا أيوه أكو حنو حرام يهي إلهينا ووجود عذاب عقاب وربي وجاهلين محمد دابوري ننك إلهي أشريك له أيدي سكو كفري رسوشنا لعلوب وحور بل وقسم الله تعالى أعداءه جاهلين بعد إقامة الحجة عليهم إلهي عدو جيسي قال هذا وحكم مقعابي وقتل ما إن الجاهلين أيوه ولو حجد اللقوء أوغي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين بوري فأمره بالإعراض عنهم بعد أن أقام عليهم الحجة وعلموا أنه صادق وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فالجاهلون هنا الكفار بوري الذين علموا أنه رسول الله حرف هذا العلم لا ينافي الحكم على صاحب الجهل بل يثبت له العلم وينفى عنه في موضع واحد كما قال تعالى عن السحرة من اليهود وقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حران وحالي وحبي قرن هيان ولقد علموا بالزوي ولقد علموا لمن اشتراه حقا نحن لو كانوا يعلمون إذن جهل والله سوغي علم والله سوغي لكن ومن جهتين وحور إمامكم فأثبت لهم العلم الذي تقوم به عليهم الحجة ونفى عنهم العلم النافع الموجب لترك المضار إذن وأكتا وحن حران ياهي لكن شهوي غلب أنت قلت ما ديها ولك يقول عيسى مع سيدي إيمان قلب هذا وحن كجر إيمان حب أنك الدفاع مع سيدة كاورستاغ لكن أقونتي يا علمك حجة يقوقم لهيد قرط آخرنا لقوقها والليلة حر إمامك وهذا نقطة المسألة وسر الجواب فما دخل النار إلا عالم ولا دخل إلا جاهل نار يا قله
عالم باقلا وحاكلوا قلا جاهل. فما دخل النار إلا عالم وما دخل ولا دخل إلا جاهل. ثم مسألة فانتين بقلتها هذا الكادير قيوها بضر شباب العائل باتكفر كانت في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم مجلة كلبات لحذنيو كو رقم كا قرآن كسيدة وصفر المشركين تؤت المامي نبي الله موسى مشركين تي حجده كقون طيب إله الجاهلين ليه حتى أنبيضوا الدعدين كوغوية ليه. نبي الله موسى قليه تلكيها وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وقرمة. وبعدما آيات أركين حجل لقوقم فرعون لها لاقي إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قل غير الله أبغيكم إلها هي وفضلكم على العالمين وحلت عرك اللقي وحي إليه إنكم قوم تجهلون جهل وما حي ده ربقين هي سفعا أتقانان ما إذن أشرق يشين وي ما إذن أشرق يشين جهل أمرك والجهل أن كاد فاعين عذاب النار وما دخل ولا دخل إلا جاهل توي أقون تصنع حكوطة رميسو نبي الله نوح مرك اللي دو ذهن تلكي من حكويري وما أنا بطارد الذين آمنوا أنه إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وبعد إقامة الحجة عليه مشرك وجاهلوي نبي الله لوط ولوط إذ قال لقوم أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. نبي الله هود قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين. وبعد قيام الحجة قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا عذاب كباب اللوضيبة عذاب كباب اللوضيبة أدونك لقوا عذاب استئصال كباب اللوضيبة بالله. إذن هوش إسكا إلالية معيشة جهلكم مقشان بها مشركوا وأجهلوا الجاهلين بالله. والجهل بالله في كل حال هي والجاهل بالله عفوا وكافر في كل حال قبل الخبر وبعد الخبر إسكا إلالية مشرك مشركوا ما دب إله في أسمائه وصفاته ربوبية ألوهية وعبودية يعني أدوك قلوحة وحطه جاهل جاهل الآن لو عدر دارين أوكي حجد كوقم هي كو استاجن هي. وحنقود بينا نقل قيمة بطنو كلو سقالات الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي مركو كهلا يمسال الذي خلق القرآن هذا غير بولي وانيك صوم الرسالة فكو ننك القرآن كوا مخلوق إلى هذا إن أيسكو وافقين ننك إنه خلدي مبتدعين أي هاي ومسألة المرأي سنكقى من أصحاب الحديث وحا خلاف كل وسوء قورية وتكفيرين تيسا سيداخل أي سوء قورية ونصر سجزي من قدامية بيهقية خطابي أينما نور سوء قور شيء الدليل سمع مركا مركا فيران لكن هيري منه دليل خاصة وأرانا يننك قرآنك ومخلوق إلى هذا بحد ذاته وكافر ودليل تكفيره وقوله تعالى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إجماع الأمة كذا نصوص عط وبابا كتمت هلي مينا استنباطات عقلية استخراجات يا ماشك جرا إمام كاسا مركا دارمي ورقا شافعي ذا كله قلوي إمام دارمي لابا بقول سيدتني وقريوذي فقه وحققاتي أبو يعقوب البويطي أرضي الشافعي يفقه كقاطي أدب كي عربي ذا من العربي وكقاطي علمي حديث كان ابن معين يوه علم ديني وكقاطي رقا لمتكا نينو دقيقة وي مسألة مركن إنك قرآنك ومخلوق إلى ذكالي سنتي سكه الله وحور. فإن طلبتم منا فيه آثارا مأثورة مسندا منصوصة فيه عن الصحابة والتابعين فقد أخبرناكم أنه كفر لم يحدث في عصرهم فيروى عنهم فيه غير أنهم كفر معقول بور هذا نتر هذا محاو الدليل إن إنك قرآنك ومخلوق وكافرية هاي كان أحاديثه آثار عن الصحابة والتابعين والسلف الصالح نبي محمد كسو قرشة وصحابة كسو قرشة وطابعين كسو قرشة أيضا النصيحة أيضا التراثان وحلو حين يكون جوابه إنه وحاد إذن شاك إنه كفر قان إنه صندعين بحلقي صحابة يطابعين مجر كفر قان ومركزي أي كهل لهايون والسوء قوري آثار طودي هسا يشوف الكفر قان كل عدين نبي محمد بيسان كهل لين صحابة يسان كهل لين طابعين كهل لين وكفر معقول كفر عقل الوقران كرو كفر أبهان آياد حديث ما وصي شرحي محو عدي مرك إمام كفر قاسي التكفير انت أي تكفير عقلي شرعي وصناهي تكفير خبري أو سمع وصناهي وصي عدي مرك لو حولي وهذا كفر معقول
لا يحتاج فيه إلى أثر، لا يحتاج فيه إلى أثر ولا خبر، كما لو أن رجلا ادعى أن ملك الله وسلطانه وقدرته وعلمه ومشيئته وإرادته ووجهه وسمعه وبصره ويديه أن شيئا منها مخلوق. الكفر قال وكفري معقولة، يعني عقل قال لو قرنا إياه لو باهن ما يحديث يا آيات يا خبر لو باهن ما حلمدي هاي بوري قياس باجتماع العقلي وحلو حلمدي هاي هدو نين يده هذا إلهي ملكي سيب بقرته يديسه إيه سلطان نمديسه إيه قدرة ديسه إيه علمي إلهي يدوني ديسي مشيئة ديسي إراديسه إيه إلهي وجهي سي مقل كيسي أرقيسه إيه قعمي هيسه ومخلوق هدو إلهي محل كالي دين بوري نين هدو سيدة إلهي إلهي أود ديسه قدرة ديسه سلطان كيسه بقرته يديسه علمي كيسه مشيئة ديسه هولها صدا ومخلوق نكو هدو محل كالي دين. قيل له كفرت وكذبت بل كلها غير مخلوق نينك سيدا يلي هذا حلو ورم بولي بين باتشاكتي وانا قالوا ذي صفة إله مخلوقنا ما يجرته. فإن طلبت منا في شيء منها أثرا منصوصا بتسمية ذلك الشيء بعينه قلنا له حلو رأينا أنت مريب كافر حكا نقبس وغيبه نقا نقبس وغيا مريب كافر هدو يلي هذا ورأي إله قدر يسنينك إله ومخلوق إن لقال يسيد دليل أكينا حديث يا آيات كان قول صحابه إلهي مشايس إرائيس هو مخلوق إلهي قعندس هو مخلوق إلهي وجيس هو مخلوق سمعك بصر كله هو مخلوق نينك يدي هدات أدون يدابه كان خبر سمعي على رب لأن الكفر هو توقيف سمعي سيد الجهل دي وهابي دا يوارد بدلو ريقا هيا قلت السوداني حتى أمرك أن تعليقيني وذات كددو أصلا فكرة ده وكود عي مقال كي معوها التحذير معوها من مزالقي التكفير اسك الى لي نينك وحالو غدي بلو كفرت وكذبت حايل سفر رب مخلوق من غون كرت هدونا ويديو اثر يا خبر يا حديث يا دليل سمع انا وحان لين هاي اسك دا انت مريب كافر نين اله كشك السنة قال هاي. ومن يشتبه عليه هذا وما اشبه حتى يطلب فيه الاثر بو روح انا قال لمت هاي عد اي كقدمني اما اي كوصبح واي ومركا لور هذه احاديث يا اخبر لور هذه اثر. وكذلك كلام الله ابن مركز أصل كأنكوشة وحلميد كلام الله نينك إذا هو مخلوق أصنوى حلميد. وكذلك كلام الله مثل هذه الأشياء سواء غير مخلوق لا يشتبه إلا على من لا فهم له ولا عقل بحث دير بوسي والمركز وحوري. فمن يحتاج في مثل هذا المعقول إلى أثر يا كفر كان معقول يا أبهان يا بوري آثار يا سمعيات يا خبريات أد بهوش أو شرح يمحون وجه إذا كتاب كهذا الكوكو قرني هاي وأجل كتاب سلف كي ألفين أجل كتاب قديما وحديثا أي أصحاب الحديث ألفين وي وكتاب كويرو وابن قيم ابن تيمية هذين الله هذا كتاب الدار منين كان آخرين سنة ولي مؤسا فهم وحبنا بوقدم كتاب الدار من الرد على الجهمية وأنا آخرين أي كتابة النقد كه ومريس كور الدين هاي شيخي أشاعرة وكور الدين هاي شيخ الأشاعرة واحد سوق قبيلهم بين لقبان واحد سوق خلافين مجرى شاعري مريسي مركو وانقاردونا إن شاء الله تعالى. إذن وحور ننكاسي قرآن هو مخلوق إلى هذا وفقد كذب وكفر بالله معايا إلي سفا إلهي بوحو أتري إنا مخلوق الطائب وكاد لغي سفا دون وطابع للموصوف بدأ عدس وحاكم ذا بسعيد ماشي وكو عدي حتى قعيد وحو قلي كفر عقلي ها يتكفير كم عقولك ها الصفات الخبرية الصفات الخبرية الوجه واليدين بقلي وصفات خبرية بالإجماع لبس صفة الله يسكوها يو عقل يميه وسمع أو صفة السمع والبصر نووك لي حيوغ الجيدة حيوغ الجيدة صفات كمدرك هذه ما أخذ كذو إسخلاف كرة لكن بعدما لصوغي يسكو حكم بين نقونية يعني صفة الوجه واليدين وحلقة قاتا من الخبر ما أخذ كمدرك كذو والكاس صفة السمع والبصر أما عقل تسا أما سمع عقل وصعات تسا لكن بعد ما انتم بالرب اوتي ريسول صفه وغدغتي ما اورن كرتي وا مخلوق ما اورن كرتي لانه صفه الرب هذين نقطه مخلوقه هي اسغنا مخلوق بنقريه مركب بغض النظر مداركت اسخلاف كيدو بعد الاثبات وا محي بعد اسقط الهي صفه دي سمو اورن كرتي وا مخلوق نقل لباد بولا القيم بدل وحوق قري الخطا في التوحيد انه كفر ياي الخطأ في التوحيد إنه كفر يوسيقى ملكو ردنا ينينك مريس وحورة أما قولك لا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب فقد صدقت فيه بول فقد صدقت روح بن آدم ومبنى توحيد الرب سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا إنه تأوشده
وحان حقيا سواء هن أو دقائق لما أقوله وارون تاب مدة أيضا مركز وحوش شيء تفسير التوحيد عند المسلمين بقالي كذب وحكوي لي نينك وحوار كان هدايا نسوي لي الخطأ مبنى إله صفات كذي توحيد كذي أنا وحان سواء هن لغوها الله أظن بلا رحت بناية حلو ويحك أيها المعارض أو لم تزعم أنه لا يجوز في التوحيد إلا الصواب أفتأمن الجواب في هذه العمايات جمع عماية عمايتنا والجهل والضلالة أصل كيدور وفعالة من العمى بما لها أن تجرك إلى الخطأ أفتأمن الجواب في هذه العمايات أن تجرك إلى الخطأ في التوحيد والخطأ فيه كفر نقض الدارمة على المريس مجلد كلابات سيدات بقول صدنا يا سقال متكم محقق كفرية إذن قضية وقضية ساس عند السلف الصالح أصحاب الحديث مسألة ومسألة سمعية هي مسألة عقلية كفر كم معقول كعقلية بنان كياله بشرية يكون قرن يان في طرد وذي عقل قدو دليل خبير الله ما بهنا يعني كحجة هاي ماشي كان نقضه لكن كدليل استشهاد وتقرير وتأكيد ونوان كره طاي على اسمها لكن إن اتدار المسألة دي وحاول لقى قادنا دليل سمعية وضقنا اتدار عقل وماشي نشغل كمالها هدي لا عقل محكوسي نعمدان أتكجد وأنت بهايمتم حيت ده ربكوا قرنيني يحقوق لي سواوين وحي تفصيل دقيقة أيضا بيه مع عقلي وكوترية نقلق طبنات ووذاتك لورنجري الإمام ابن جرير الطبري وكتاب قساء المعالم التفسير في معالم الدين كتاب هذا قيمة بضموي إنك صو ناقص هذا وحي لقد ضابع وحنا كم مقية تفسير لير بولي أصلا صدح بقولي طبنك يبو قريودي وحوك لقاضي جهل والله بقي بودبولي جهل كصابسا شرائع ذا كصابسا هي صفات كخبري جاء كل وجه واليدين وحلها المال هي جهل كصابسا في التوحيد هي أصل الدين كصابسا والله ذاك الباب وحي جهل كصابسا إلهي سبحانه وتعالى التوحيد كيسية قرشدي هي صفات الكمال سيدا غنيه سي قدرتي سي علمي سي إرادتي سي هي صفات الكمال كي عقلية هاي ويقنا حتى أشاعره وصفات صفات المعاني الصفات العقلية السبعة هي معنويات كده كبح هاي أي ويقانين صفات كأسرع أو حنك كجاهل نغوا وكافر بالله العظيم قبل الحج قبل السمع وبعد السمع أما صفات كخبر إن لقوا قرني إلا بخبر الشارع إلهي وجه الله سوق وقعمل الله سوق ونزول الله سوق واستوى الله سوق حولها سواء محيوة مسائل سمعية خبرية قرآن كان لقسوه رسولك لأنه هذا كجاهل نقطه إلهي سبحانه وتعالى الورن ما هي متقانت لكن إلهي وجر لكن من ولا تري إلهي وجر لكن أقواني علمي ما لها شاملة إلهي وجر أود ما لها تري إلهي وجر وغني عن العالمين ما آدم هو بها مخلوقات كاتل ده إلهي متقانت وحتى لما يسأل الله ما هو بشر كلي مخلوق كلي وضعيفة صفات وحاجر هذا كجاهل نقطه ألا أنا أقول صفات وحاجة يستلزم جهلها الجهل بالله سبحانه وتعالى طيب مثل وحان كل هم المتقى أنها سيوكي وحاتر وانين دير وصن روبا وقروحسا وي ها واتقرات وان وحان نكام هورت هبل مكع مرا دير يمس وقع مكا قابايا ما قانوكو نكام متقى ما ديكرتا وكلا دوانتا نكا عتال كيسا يمذب كيسا صفات وحاجة لها ديات كجاهل نقطه لقوله متقانت هي صفات هذا كجان الويه واتق أنا لكن حلاك ودمن سبع ما فير نكاس وان ركض رجع وقع مرة دير بعد دي كرتا وقع مي سما فير لكن وذا تكون فيرو وينا ودير عصا وان ين أركاي يوم يكل دوين والله المثل الأعلى صفات هذا كجان النقطة هذه متق لقوله باجرة هذا نينك يا نبي محمد تلما ولكن جرام وين مش نبي كحب على ياي يا نينك النبي يا وهم ذوبا ونا قابنا وفرح ما حد كل دي ويكل دوين نيك النبي تلمامي جسية وأبتر كيسة قلت لكن جرى وينو مكة كحب عليا يينو مدينة كحب عليا لورنا ما النبي قمت قاند سوالي بلان بوه هيس النبي قمت مكة كحب عليا شيء عثمان بيجي شيء الله يرحمه وهو حجي إنه وضيك سو حجي قال كعيا إسكوي مادين كعبضة مركز وحور وإله مهدي ما أنت النبي محمد قبر سدان تاجنا وإله مهدي برضه النبي حلا حبش ما حمودة يمشي كعبضة مدو النبي يقول احتر عليه الصلاة والسلام مركز صفاتك كلا دون صفات
لان تو احد يذات ايسن جيرينن اي صفات لو عذر دار ريها وا تقانا لكن وخبا كا دمن با كلا جرا تفصيل كا دهر هذا كمشغول ما هي هذا الشافعي بو سو قاطي حتى لكن هو مو سنترن هذا الشافعي ورن جرا صفات وحاول لو ان لو غرانين بالعقل والرؤيه والفكر يو سو قاطي حون امنا ترنين تازنا لورن ما هي وحو سريقه علمي يسمي ابو جعفر الطبري وحو مساله وقاعده معلومه او معلم اليماني وكقال كتاب حق التاويلي القاعده لا تسعي الاعتقاد وكقال لو حول مسائل كو لا بقيبوت مساله ومساله ذاتك اسو لا غو نقدو اسو استنباطي علمي ان لا غو هرين ادو هدا دنبشو علمي ان نك شيغو انو كو تريا وناكس لانه ادا بلاباي او اساسي او ادا 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 اونكي علمنا وعلم مشترك ومضي وضتقانه لكن هذا صفي عن عبرت حروف روح سمت عبرت وضقديتو تذكر كان لوقتها علمي أصدق أن تان قطان كوترني لأنه وعلم مشترك قليه وهابي وكون نقدي معلم اليماني هذا لا يمكن تميات ثوقة تمر تريس بخال لا وركل فهم باش نمايو وحنا واستنباط الدقائق وشيخ ولي هاي وحنا وامحي وعلم السلف وشيخ هو عبري بحروف وعلفات وكعبر مثل كاسين لو تري واجب ما هو مناسب ما حتى ما لا رقم مشترك لكن خصائص تي سي دقائق سو لا يمد الى افري يا لو تريا لكن اسكن قصتها يبدو محور كان شواهد بو كان المهم انه جرى طبعا واسطه سوكل هذا الكشاف عوشه وطريقه السلف وحو سلف كسو غاره وهذا المشترك ومضر دخيه وخصائص الشافعي ما اذا تفصيل كاس دير وليه والمراجعين كتاب كي سو هذا ستان مكتوب يدين يلا التفسير في معالم الدين صفحة بقول طبعا يصدح إلى بقول أفرط من بحثك قال وبحث قدير وذات سومالي هذا كورنت ليا بأويلي ابن جرير الطبري في باب الكفر والتكفير والعذر وعدم العرواج وعذر ومعتزلي جلد معتزلي جلد سكيل عليات ومقتاي وحيمودها أيام المسألة العذر بالجهل يا عدم العذر معزل يقع أقو درنبا وحدتك عذر دان عزلة أقو جاحد يا شيخ اسمحي له هذه نين والبون وحو عبانين هي آخره يردار بولي جنون قالها هي أيها أقول لي وحموضة هي إن معزولتك يسوي عردارين أحد كقدت اللعبان دير روح الجهل اللي يقول عردار معزولة مجر كفر إن لقد يقول يتكفيون تهم مسألة سمعية خبرية لقد يقول عزولة اسكالبا وبخصائص طوضة ومسألة النوقش المقلوب وحن معزله لقى عر معزله وحن مكان بقى شو هذه وان عقله واستعماله إنه وين مسكح كل ركبان تم بقى صورن ورنيمان كأي أباش وكسو جبتي إنه استكفيري أسباب إياه وإلا وازين ما أسكب أنت كوك جبتين ضوائف تم مسألة كفر يتفير قال يا جو بحث في عن يا جو بحث في عن مركز قال إذا مسألة إنكوا تحقيقيو لا هكوا خلط من النتائج لكن تقسيم كأي تعريف كأي هولها يوحى لصومري يا كوك جبتي علم حلا ينكي قلا نكي قلا يبقى لورصدا مركا واقدم وحيل لقى معزلين يدهذان دليل أن قطع أهين وحلق وتكفيرين كرو دليل أن متواتر أهين وحلق وتكفيرين كرو لازم يمقال جملة وتفصيل أما قطع هالنقطة أما ضروري هالنقطة أما بديه هالنقطة وحلق وتكفيرين كرو وإن آيات يحديث لهلو يجمع المسلمين عط أورنية أو حسن قالوي هل قصي لقى معزله بل وحيل لقى إن يدهنا اسم الكافر مستقبل معها هب الكفر بيكون ضعيف هو كافر لان الكافر هو اسم فاعل مشتق من وصف ومصدر ما بجري لي هل كاسي لا قاعد وحي خلافين ضروريات كي عقليات كي فطريات كي لغويات كي بكبعين ايوا كعر هي انه واحد تكفيريه كاخر كتبت اسم الكافر عند جميع المسلمين واسم مشتق وحان كاهين معتزله وحيلين كافر وانين أحكام جوني اللسيي أدونك آخرنا نار جوني قالها هي اسم الله قصو اشتقاق فعل بما أهبا وإن الله يلو اسم قص أدلة سمعية خاص دليل ورما أدلة سمعية قطعية متواترة وانقاردونا إن شاء الله اسكي إلالي مركة بعد ميسن ميليشن يان لود دوري خلاصة مركة وحيكوسو كوكب قبي مجال الطبري الجهل والخطأ في التوحيد ليس كالجهل والخطأ في الشرائع. شرائع إذا حسكو خلدنا صلاة يصوم يحج يحدود يهولها النوع عاصة نيك كجاهل نقضة وحاول مسائل العقل وقر طمئه إلى الله عبد يلا جالسين ما يوجحد اللي جهله. أما الجهل في الله وفي أسماء وصفات التي لا تدرك إلا بالخبر إلا بالخبر أين ليس كفرا جهل قاسقها الجهل في الشرائع ليس كفرا أما الجهل في أصل الدين أسوك
في أصل الدين وإله إذا تدي صفات الكمال كعقل ضروري وحوى صفات تستلزم الجهل بالله وأنا كفر روح أسقى وكافر روح أسقى وحن قد بين أصحاب الحديث فقهاء المسلمين تكسي الداهي ماي طوائف تصدح ذا مرجعة الفقهاء ما تريديه أشاعر معزلا ربائنا مذاهب تدين تلمام حكا قبان علاقة العقل بالكفر والتكفير مرجئة الفقهاء وحنكب بالله من الشيخ ذوينا أبو حنيفة أو بقول يقطن كي ديريو ذا النعمان بن ثابت وقرن إمام كي من أئمة المسلمين كثر سنة وحول لا عذر لأحد في الجهل بالخالق لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر خلق ربه وسائر خلق ربه أما في الشرائع فمعذور حتى تقوم عليه الحجة حول لا عذر لأحد في الجهل بالخالق قف بن آدم ولا قلت له إلهي إنك جاهل لغة متجر معايا حواركا إلهي السماوات من خلق السماوات والأرض وخلق نفسي إلهي دول عيرن أبو أركا أسجى إنه أبو ريب أركا وفي أنفسك فلا تبصرون يؤمنك أنت سكلة أما في الشرائع جهل قصة بسومها فمعذور حتى تقوم عليه الحجة والرأي قصة هذين أصحاب الحديث هذا إن زمر إن مجري الطبري شافعي رقي كدم بيا يسوق الرجل مركل وحلي وأما الفرائض فمن لم يعلمها أو لم تبلغه أو لا يرى أهل الإسلام فإن هذا لم تقم عليه حجة بمعرفته. وشرائع مركل وحده ولو لم يبعث الله للناس رسولا لوجب عليهم معرفته بعقولهم. إله رسول بصدر اللهين آدم حواجب كن قن لها إن إله رميان ويقرطان ويعابدان بعقولهم لأنه مسألة عقلية فطرية وي. أفي الله يشاكم فاطر السماوات وي. أبو إسحاق السفار من كبار الحنفية وحوليه وهو مشهور رأي سوق النقوش سوق شيء مركز وهو مشهور من مذهب أبي حنيفة هذا الكأسكا ما واحد هوس لقص وقال إيه ومذهب عان وأبو حنيفة عان كأ مركز وحوله وعليه اعتمد عامة مشايخنا من المتقدمين والمتأخرين منهم الإمام منصور أبي منصور الماتريدي السمرقندي من أئمة أهل السنة والجماعة سوى ساكر إذا لقوا من أهل البدع تعليس ملاه وحقا خصيصا سقم وحو آمن سيها وحور وذاتكو مذهبك وأبو حنيفة قريب علوم أنه عسكادين متقدمين متأخرين سيدوك لو حكوت تقي أبو منصور لما تريد قال أبو منصور بوري إن سبيل الشرع السمع فهم هذا إن سبيل الشرع السمع وشرائع ذي وضد الله قادي وضد قاب كله قادي وخبر الشارع فأما الدين أصل الدين بوجود إلهي معرفته صفات كيسي فإن سبيله العقل حتى قال في السبيل العاقل إنه يجب عليه معرفة الله معرفة الله تعالى وهو قول كثير من مشايخ العراق كتاب كيس التلخيص الأدلة لقواعد التوحيد مجلد ككوبات بقول صدنا إلى بكفيرية أي منصور لما تريد كتاب كيس التوحيد صفحة ويا ومطبوع ودريزان صفحة تطباتنا يسديد محوليها ثم أصل ما يعرف به الدين وجهان دين توحى لقوق هذه لقوق قرطو أدلة واللبو أحدهما السمع والآخر العقل دين توح لقوق هذا إله لقوق عابده والله بقي لبدلين دليل سمعية دليل عقلية مركز وشرحي كتاب جزء التوحيد سبحان الله تضوات نزديت كفيرية جصاص أبو بكر الجصاص من أئمة الحنفية مركز سجى الشافعية كدوا ذهين المها أنقان قارين لكن عقل يتميز كله تمنجرك سجال جرك كوي تمنجرك الصلاة ده لقوق على يدي هذو قال لما كرعه أما إلهي أشرق لما حاط لا يكن نقاش حنفي وشافعي حديث كي مركه وحوذ كان أحمد ضعفه كجري أورنجري كل مولود يولد على الفطرة كذبنا حتى يعرب به حتى يعرب عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا حول حديث كان مركه تعليقين أما شرحه فعلق حكم الكفر والإيمان بإعراب اللسان فتضمن هذا الخبر الحكم بإسلامه وكفره جميعا عند ظهور ذلك منه وأيضا فإن لزوم التوحيد أي وجوب التوحيد على الخلق والخلائق متعلق بالعقل عقلي يكحرني لزوم التوحيد إلهي نضد وحده إلهي أدن أشريكي إلهي كل قاعد عابده ومسألة عقلية وجوب كذلك وامد أسوي فكل من أمكنه المعرفة فعليه النظر والوصول إليها وليس ذلك يتعلق بالبلوغ ولا غيره وإنما يتعلق بالبلوغ الأحكام الظاهرة وما يلزم من طريق السمع مما ليس في العقل إيجابه لأنه لو جاز أن يخلي الله أحدا من تكليف المعرفة وهو يحتملها لكان قد أباح الجهل به وهذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى شرح مقتصر الطحاوي مجلد
لحاد بقول صدق كفيري وهذا اسكعدوي لان علوماتين ان وحيدين توثيقي بس انا ربا مسائل كقطع اللغه بوري الشرعي كقطع اللغه يبلوغ الدعوه يحجي ومسائل كسمعيات كشرايع ذا ان عقل وقرن كريم اما توحيد كربي اساق وحي قطع اللغه ومساله عقليه نول بو عقله اي قبان يسوي واجب تسوونا بلغ او لم يبلغ مركز سبيك بالغ عقلك لها وان لم يبلغ ومكلف بالتوحيد وترك الشرك هذا كفر كل عنا ومشرك كافرة يا من لدلني حنفيه وحنكبرنا حنفلا يا مقر نغلب نكبر حنفيه حنفيه وحنكبر إن أبو حنيفة أو منصور الماتريدي أو إسحاق السفار صدح جساس أفر متك شاند أبو الحسين القدوري محقق ذي حنفيه مركو كهل لها سبق الرددي سي كفر جيزة أنا ولي قان حقا لكن حقرنية ولأن الإسلام يتعلق بكمال العقل دون البلوغ بدلالة أن من بلغ غير كامل العقل لم يصح إسلامه والعقل يوجد في الصغير كما يوجد في الكبير وإذا ثبت أنه يصير مسلما حكم بردته إذا ارتد كالبالغ ولأن الإسلام عقد من العقود والردة حل له فمن ملك العقد صح أن يحله كسائر العقود بحثي زواد قرأت وحولي إسلام حقوق تعلقا كما هو العقل بس كما هو بلوق كما هو بالدليل الماس أكر أكر حقان قاري أصغون وعلم بقان قاري عقل بلاهي محللين أفرتن جربوا قاري سي لو كرنا هي لو كرنا هي لو سوغا ينو عقل يشو حقوقان قاري أصغو أن عقل لنا وعلم أفرتن كنتن لحن سنوكو قاري من كم حد كليدي وبالغ محمد فحوق الموقع قيسا وبالغ عقلي محلقه واي اذا مناتك الدين تو عقلي بلوغنا ها واحكام الظاهره شرع الله تلقى لي عقوباتك اما مساله ومساله عقلي وحور امامكم مركز مركزي ودي واذا ثبت انه يصير مرتدا لم يقتل به لدليل ما هي لأن القتل عقوبة وإسلام السبي ليس بكامل عقل لاختلاف الناس فيه فلم يقتل بالرجوع عنه ولأن القتل لا يجوز أن يتعلق بفعل السبي كالقصاص ولأن الإسلام هذا بيت قصيد بن رباه ولأن الإسلام والكفر يتبعان العقل فيوجدان بوجوده وما سوى ذلك من أحكام الإسلام والكفر هي أحكام شرعية فيثبت بحسب ما أثبته الشرع وينتفي بحسب النفيه وإنما يجبر على الإسلام لأن حكمنا بصحة إسلامه فلا يجوز أن يترك على اعتقاد الكفر شرح مختصر الكرخي مجلد كالسقالات بقول سيدتني لا بقول سيدتني كو هذا الكامرك وهذا الكي يا مذهب كحنفية عانك كاها يبوس القاضي يقررين ينك الله إلى هذا محا حسن الشيباني وإذا دخل في سمجر مركة لقاها الله سبقة لقاها الله زفر هدى الأسوء حول إلمها سبقة إسلام كسو إسلام ماها كفر يسون كفر ما إلمها سبقة ولا أنقانا لماذا وحول كفره يا إسلام كو حيعوز كذان أقواش وأقواله سبقة غير معتبرة المرض حكائي بي وحبال قصو قابل هذا الكيس اعتبار ما لها إسلام كي كفره نوا وحكم قولي أه حكم قولي أه أقواله سبقة وغير معتبرة قصو الله مرة مكة سبقة لقاها الله وذا دو سوء حولي أيها كمذا أو نقل أورنجري أبو يوسف عفوا رأيك ورأيك بحنفي كورين قرني ومذهب كحانك يا بحرفي محاسن الشيباني أبو يوسف سوى حيولي إلمها يركا قان قان إسلام كي سوى معتبر وصحيح لأن إلمها يركا وحي دافة ولوت عقلية بدليل إلمها يركا هديه يلا سي وحلا سي هو أقبله إلمها يركا ضل عكس يسو أم حولات سوى قدومي وهيبو لكن سوى حسام بحنكر وحي دافين يا ولوت عقلين وحي دبها يانا على قد شوتشنايا كذلك إسلام هو محوا منفعه هذو إسلام أسوق يروى له اعتبارنايا لكن قال لماذا ومضري يدم بإثم يدل يا باطل إذن فلا يسح كفره وإنما يسح إسلامه حق هذا كلا قال منافع ليه مضارد إن نوح كسوق هنا أقواش وكلوية إسلام كفره ما كسب قال له الله مركل وحليها إنك قدوري كتاب كشاد عن صوشين بالجزء والصفحة وحليها وإنك هذا المرة إن لما بينا أن الإسلام والكفر يتبع العقل أو يتبع العقل إسلام يكفر عقل إلى السعودان فما لم يوجد العقل لم يتعلق بما يظهره حكم مركة لو حوليها والجو مركة لقاها الله حديث كما أدري شادان شافعي أنه رفع القلم عن ثلاث
ثلاثة سكران ميسا حديثك يا حنا وحلو. والجواب أن هذا يقتضي سقوط التكليف الشرعي أي السمعي الذي يعرف من جهة عليه الصلاة والسلام. والإسلام عندنا من الأحكام العقلية مجلد كسيديات التجريد للقدور كتاب فقه موسوعة فقه مجلد كسيديات صدح كون سيديات بقول سقاشين الكافرية مركل وحولية هاي. وهذا الكازمك وكهل الله يمسر درب بحثية وحولية. وأما اعتقاد الإسلام فهو من أحكام العقل، فإذا وجد العقل لزمه. وقولهم إن الإسلام يجب بالشرع أي بالسمع غلط، لأن الشرع فرع على العلم بالتوحيد والنبوة. وكيف يدل الفرع على أصله؟ حراس كخلدنا مسألة سمعية وعقوبات يهولها هي مسألة عقلية. ثم يقال لهم وحجة إلزامية: إذا عرف السبي دليل التوحيد وبان، هل يقولون إنه ينصرف عن هذا الاعتقاد ولا يعمل به؟ وهذا ليس بقول لأحد، فلم يبق إلا أن يعتقده، وهذا هو الإسلام. وحول وحان لنا يا دويل ما يركي ولقان قال إلهي أقرته ودليل التوحيد أفهمه وتوحيدك ولي ماده اعتقادك أفهمه يقرس الرب أقرتي توحيد كاس ما قل رقم هيا مصوك اللي حنكره وسكرته إذرا هذا يدان وسكرته إذرا وحبنا آدنا ومسلم وركها قبل متروج مرضى سيدة تهاي توحيدك حول لازم يا وكل لازم يا ابن آدم كا بالعقل والفطرة. نقلق لحات شيخ الحنفية والملقب بإمام الإسلام بيقال الناصحي أفر بقول أفرتني تضبط بقير يده وحولي: ولا أن الإسلام حجج لزومه العقل حنفي، ولا يريد عليه النسخ والتبديل، فاستحال أن يكون عاقلا غير مخاطب به، وإذا خوطب به صح منه كالبالغ، وتصح ردته ولا يقتل كالمرأة عندنا. هذا الدير كذب وصحة الإسلام بالعقل بدليل أنه لو لم يكن نبي لزمنا أن نعرف الله بعقولنا وهو يعقل فصح عنه. كتاب يسأل المختلف بين أبي حنيفة والشافع مجلد كأفراد لببغ صدوات أفر كفيري على ودين السمرغندي وشنبغ صدوات يسألك جيري يدو حوليها. إنها هنا ثلاث مسائل، إحداها هل كان صدح مسألات تالون هل مسألة إيقا خصيصة كل ديران ما هي. إن الكفار مخاطبون بالإيمان منهيون عن الكفر بعد بلوغ الدعوة وورود الشرع بلا خلاف بين العلماء حان ربا، واختلفوا تنضم به قبل بلوغ الدعوة. قالوا هذه بعد البعثة إن لقرب إيمانك توحيدك مرن بلها بين أهل القبلة لن بدعي قودي سنة قودة، لكن بعد بلوغ قبل بلوغ الدعوة نمان ولي قبل دعوة سوقان والنبي آن مقال والرسالة رسول آن مقال آن إسلام مقال بأن كان على شاهق الجبل أو في زمان الفطرة. أقول الذي بكوكر إيجر بن آدم كلام ماركو نبي من مقال أما حل فترة يوجوغا. قال عامة مشايخنا من أهل العراق وما وراء النهر والرئيس الشيخ الإمام الأجل أبو منصور الماتريدي إنهم مخاطبون بالإيمان حتى لو امتنعوا عن ذلك وماتوا عليه فهم من أهل النار، وإذا أقدموا عليه وماتوا عليه فهم من أهل الجنة. قبل الدعوة نينك التوحيد لي مادنا وأهل الجنة، نينك الشرك لي مادنا وأهل النار، وأحلك على قاضي مجري كتم مشايخنا عامة علمائنا من أهل العراقي وما وراء النار حتى مسلم ما ترد بكسر الجوري. هذا اللي يركدب وحلو هو اختياره بعده الحديث سلا وحاقبه إني مسوي مسألة عقلية تاي بعض أصحاب الحديث كابي العباس القرنسي والقفال الشاشي والحليمي شافعيد بتري وابي عبد الله وغيرهم. وهذا المذهب مروي عن أبي حنيفة كدبوا الشيء نقل هذا ينصم الريب والشيء الدراء كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول مجل سبحان الله بقول يسقاش وما بعدها كفيرية. إذا نقول شحنا في ذا أدب أبرانتاي وحنكو ختيم الكلية نينك اللي يدا هذو نينك اللي يدا على ودين الكساني. وقوله أنه مرفوع القلم قلنا نعم في الفروع الشرعية تقولي مرفوع القلم هذا مقاشع حلقه الله يا قلم التكليف كعادة هاي شرائع ذاك الصاب السناء. فأما الأصول العقلية فممنوع ووجوب الإيمان من الأحكام العقلية فيجب على كل عاقل، والحديث يحمل على الأحكام الشرعية توفيقا بين الدلال وبه نقول بدائع الصناع في الترتيب الشرائعي مجلة التضباط بقول يا أفر. أو بركات النسفي: الإيمان بالله فرض اتفاقا والكفر به حرام، لكنهم اختلفوا أن وجوبه بالعقل أو بالسمع، واختلفوا أيضا هذا اللي ربوسي وذا كتاب كيسا الاعتماد في اعتقاد الليلة قبل وامحي عقلك الصريحة
لا يخالف السمع الصحيح. سمعك الصحيح لا يخالف العقل الصريح. عقوشنا ما قرن كرت السمعيات كم حد ما قرن كرته، لأن السمع يستقل بها. هذا ينسون مريني كذب. لكن سمعياتكم وينقصون مرين مرنا ومؤسسة مركة أي تايمس أي تايمسائل خبرية محض أي تاي مرة ومؤكدة مقرر لما قرره الشرع قرره العقل. طيب مركة لبضع مسألة لسكو خالدين أصل الدين كوا مسألة كبح سنباب كوا مسألة عقلية تذكر نبا أساس لقبة حتى أشعر قبته. هذا وحان ربا مسألة دي إبن العليم عزلان أقدبه أصحاب الحديث فقهاء الشافعية إمام الشافعية أصحاب تسي حنفية ما تريدية مرجات الفقه حبان كسو قروني معزولة محاط قبطان معزولة دقيستا معزولة مركة الله يدين فيري يدين كورك بريهان العلزان أيها صنع ذلك كافي عن وآه كفر قولوا يا مسألة سمعية توقيفية. والكافر من كفره الله ورسوله نصا بدو جدا هو وحكا موضان تدخل بيمضو شيء جزان ما كان له الكافر من كفره الله إلهي محقوطك في رياه أحكام ترى بمحلقه وقادة عند علماء المسلم ما بالسمع وما بالعقل. السمع هو الدليل، عقل هو الدليل، حاكمكم هو الله أصدق أشياء دي أفعاش حكومة. لكن حكم كإلهي عين تساراً أمنا جلالة تساراً فعل كساراً وحنو كوغانين لبأوكيالان كوغانا إما بالسمع وإما بالعقل. الحاكم هو الله يهو وحدي دين مجر لا المعزل ولا غيرهم أبداً. عقل هو حكم وحام من سمسلمتك ومجره لأنه هو شركي قال لهم عقل هو الدليل سمع هنا هو الدليل حوق تصا نبي مكو كل إلهي سانو يرمح إلهي نبي محونا تصي حكم كي إلهي إيه قبطي ميشان يو نبي قلنا شيء ومخبر ودليل ودليل عقل ونفس الشيء. إذن حكم كالله إسكال حاكم كنو والله وحو حكم هينا وأفعاشي أعيان تربي حكم هيا حكم كأوصارين وحنكو غاين إما بطريق السمع وإما بطريق العقل. طيب مركة هذا الذي مركة الكافر من كفره الله ورسوله قوليها الضبالة وحكا وضان هي نصا بعينه نصا بعينه صدرت إلا أن تروا كفرا بواحا لا يحتمل التأويل بيسو كلي أقدر كنتين وأجيب كينا وركي أشاعروي بواح وامن في اللغة ووحي عط إلا أركو حول الشافعي في رسالتي وأقل ما يدل على شيء بيان عند العرب ما أقل ما يدل على شيء وبيان وأنزل إليك ذكر لتبين بيان وامحي أدنى الإشارات أدنى الإشارات عند العرب وامحي وعند المسلم وبيان من الله سبحانه وتعالى. مركز كي إلى واحد برهان وحل يا ما يد قطعا وفلسفتي هي منطق وباب قاسي باب نبي محمد يا صحابة وشغل قولي يا مسلمين ما وركينا مركز معزلة قبطة وركينا كفر وتوقيف وسمعي وورك ما معزلة دوي لا الأشاعرة قبل ما تردين مقبا مرجاء مقبته أسعار الحديث شغل كمالها ووذن معزلة وي إذا قيست أبو القاسم البستي المعتزلي أفر بقول لباتن قال يحرف فصل في الكفر مقادير العقاب تعلم شرعا عقاب يا عذاب كخوف كل عذاب يقدر كنيه وحلوه وانا يا سمعك اعلم أن مقادير العقاب لا سبيل إلى معرفتها من جهة العقل. وقد بينا أن الكفر معناه كفر حي أكتنا دم عزلنا أن العقاب يعظم فيما تسمى به كافر ومحطات المعذور كليين وان العذاب يعذبك دونك قوي يا اخر اقدر العذاب سكر قوت المال مايال ومن يعذب اشد العذاب في الاخره. اذا عذاب يا مقادير العذاب يقفك العذاب يقف من العذاب ان حكم حلوه غاريا سمعوا كفر مركه تود و نقضي مساله سمعيه خبريه محضه اصلا شيء حروف الاصل فيه الكتاب أو الاضطرار إلى قصد الرسول أو ما يعلم أنه تكلم به فيدل بظاهره على كون الذنب كفرا وإجماع الأمة هذا على أصل شيوخنا بالاتفاق بوري شيوخ المعتزلة والنبا اسكوها فاصلا كفر وحاهم لقى قال كتابك إيوه الاضطرار إلى قصد الرسول هي حديث معلوم من الدين بالضرورة دلالة وثبوتا أو ما يعلم أنه تكلم به قطعا بوجهه فيدل بظاهره حق سندك على كون الذنب كفر ويجمع الأمة
وإجماع الأمة كذب وحوش قياس كشرعي قائنا لو قد ديرشان كرين مسائل الكفر والتكفير. هل قياس بس أنا أقول الله يقول القياس الأولوي القياس الأولوي مثلا وحانو قال ني نبي محمد الله قرصده إني قال لما طيبان بالسمع كو قال ني كذلك وحان لنا كفر وحاء الاستغفار بالله إله الله قرصنا وكفر محايل الاستغفار بالله إيو الاستغفار بالرسول كوي ودران تايم باب الاولى. القياس الاولوي فقط بنقول الله يبون الاستعمال في باب الكفر والتكفير، لكن ايات وان لهله ولبه قطعيه، حديث وان لهله متواتر قطعا الدلاله الاسرائيليه اجماع قطعيه ما اقول ذني، وان لهله قياس اولويه فقط افرت بسوي كتاب جيزا البحث عن ادله التكفير والتفسيق صفحه 23 الشن كفيريه. القاضي الجشمي الحاكم نينك مزلا كو دارتان افر بوقو سغاشن يا افر محيري يودنتي عفوا محيري لا يصح اثبات كفر الا بدليل سمعي خلافا لبعضهم، لان للكفر احكاما تعبدنا الله بها فلا بد من دليل سمعي، فلا بد لا يصح اثبات كفر الا بدليل سمعي. دار ابن حزيري وهذا كفر غير معقول لا يحتاج فيه إلى آثار ولا أخبار. هو شو تسوقر نيزين. إذن لك لتك خلافا لبعض يوجد أصحاب الحديث فقد يوجد هي بعض المعتزلة على غيابة، لكن اتفاق وسوقر بستبا كادي ذاي ما كان لبعض ودك يوجد ومحي علم مسلمين تكال إيه مش محودي وحن سمعيها وحن لأن للكفر أحكاما تعبدنا بها فلا بد من دليل سمعي. كتاب عيون المسائل في الأصول ومطبوع ويسود شيء أخرية سبحان الله أبغى صدباتين لابو كتاب مخطوطة إذا ما علني كتاب مطبوع بريد علني نينكي أجيو محقق قدام بيان سوق هذا محمود ابن محمد الملاحمي الخوارزمي شنبق الصدني اللح وحور. وأما شيوخنا شيوخ المعتزلة فإنهم قالوا إنه لا يجوز تكفير أحد بقول أو اعتقاد أو ذنب إلا بما دل عليه دليل سمعي بأنه يكفر به. نمن قاسا في عام بعد الناس أسكر أيها أسكر راعن مرادان أهل بدع النقون إنه معزلا أسكر أقل إلا واحد قال ما هي ثاني حلو شيوخنا محيدة هذين ما بنا أحد اللي هو قال يسي ويرو كهلي أما وحو آمني واعتقاده أما ذنب هو قال اللي هو قال يسي إلا بما دل عليه دليل سمعي بأنه يكفر به ولو هو إنه كو قالوا بها دليلك عبدي وحلو والصحيح عندنا هو هذا سيداي علماء الشيخين بانا تماني لمجتهد بانا مدح بناري الصلاة صحيح أبوري. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن إلى إكفار أحد طريق من جهة العقل طريق ودك وفرا وضروحك قال يسينك العقل المجرود فلا بد فيه من دليل سمعي. فأما ما يخرف به المقلدة من تكفير كل من خالف اعتقاد أهل بلدهم فذلك طريقة العوام بوري. ثم قسم شيوخنا بطرق السمع طرق السمع أدلية السمع بس وحكوتك فينا معزلهم التي تدل على كون كفر ذنبا فقال هو الكتاب والسنة والإجماع والاستنباط استنباط كوجد وقياسك أو لو قاسك شرحي بحول لأن الكفر معلوم بالشرع أي بالسمع وهذه طرق أحكام الشرع قاسوا ففاهيي وحتى الشيء قياس محلو تكفيرين كرين إلا أنه أولو أنه يأمين الفائق في أصول الدين صفحة شنبق السديتني السقال وما بعدها كفيري. المؤيد بالله المؤيد بالله عفوا يحيى بن حمزة العلوي الزيد المعتزلي تضوب غفرتني سقالك بقريوده وحور اعلم أن العقل لا مجال له في الإكفار. عقل قال يسين شغلكم لها وحنا قال لما شغلكم لها ورانا نقبع كسوري الحاكم الجشمي لا يصح إثبات كفر إلا بدليل سمعي. مركز علي وحا عقل وهو شحوق قبن كرين وشرحي كدب حوري. فإذا تمهدت هذه القاعدة وعرفت أنه لا جريان للعقل فيها بحال عقل السناء ومصر وقالوا كفري تكفير بحال هذا مربوص أسوى بديدين حتى الحدودين قياسك أو لغة بديدين لم يبقى عفوا بحال لما ذكرناه لم يبقى إلا الشرع لأن الإكفار حكم شرعي أي سمعين بوجهة فلا بد عليه من دلالة لأن من المحال إثباته من غير دليل يدل عليه والأدل وأدلة شرع نوعان قطعي وظني مركز دليل ظني على حلم تكفير كرو
ظواهر كتاب الله ونحن لقوا جالسين كرو أخبار الآحاد ونحن لقوا تكفيرين كرو إجماع ذني ونحن لقوا تكفيرين كرو قياسك لا يكون إلا ظن باكتيس ونحن لقوا تكفيرين كرو بصور ربي آيات قرآن والدلالة أي تاي دلالة قطعية حديث متواترة والدلالة أي تاي دلالة قطعية إيو إجماع قطعية والدلالة أي تاي دلالة قطعية أو نم صدق هذا اللي بسوي كتاب كيسوس أكويري مركز الشيء الأولي مثلا معتدل وزيدي إنه يهي عدم التكفير بالدليل الذني السمعي التحقيق في التكفير عفوا التحقيق في تقرير أدلة الإكفار والتفسيق مجلد كوكبات صدح بورصد نيشان إلى آخره كتاب كيسا إلى التمهيد شرح معالم العدل والتوحيد صفحات مجلد كلابات شنبق الطباني أفر وحجري الأصل الثاني في معرفة طريق الأصل الثاني في طريق معرفة الكفر جدك يا وضع لقوق هذا كفر قال التكفيرك مركز وحور اعلم أن الكفر لما كان كلاما في مقادير الثواب والعقاب ومعرفة أحكام مخصوصة لا مجال للعقل فيها وجب الرجوع في معرفة إلى الشرع والذي يجري فيه من الأدلة الشرع مصالح خمسة هو شرح مركة شن ما شلق بوشيغة ويري كو إنو روح قدعه ما هو معلوم من الدين الضرورة وكفر يا كإنكار وجوب الصلاة والزكاة بكم مثالية كدمنا آيات قطعية حق الدلالة حديث متواتر وقطع حق الدلالة إجماع قطع حق الدلالة ما هو متكاسكا هي قياس أيو كان قياس كان هو بابي يكدنو حصور ربي أفرطهوري أيو صور ربي من الوزير اليماني ونقلق الشنات إذا قصوا بلا أبو القاسم البستي الحاكم الجشمي محمود ابن الملحم الخوارزمي نينك اللي ورجل هذا محايدا بي يحيى بن حمزة العلوي نينك اسكالها التقرير التحقيق في تقرير أدلة الإكفار والتفسيق هي التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد أفر طوايدين سو شيء نينك الشنات ابن الوزير اليماني ونين الزيدي ومعتدل لكن معتدل هذا آدو يقاننا أساقا وركز هذا يسوحوا على المعرفة الثانية قواعد بكاه الله معرفة اللبات أن التكفير سمعي محض لا مدخل العقل فيه وذلك من وجهين أن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه وذلك من وجهين وشرحين أو شو كتغي مالك لو حكوا الوجه الثاني وهو المعتمد وحو جواب إنك أي سيد أن التكفير سمعي قطعي عند المعتزلة وعلوم هذه سوكس وطبرت أدبن ويقانا وحول أن التكفير سمعي قطعي عند المعتزلة والصحيح أن كل قطعي من الشرع شرع فهو ضروري مرصد حال أما الدليل وحقا الله مكال دوك الوطق في التأويل كي لازمك حول أما الدليل هذا الشيكتان وحقا الله ولي بقوله سلف كاي كنت تكفيري ننكي لقرآن كوا مخلوق تكفيري وله دليل ما هي كله حقو يري دليل لهم فلأن التكفير والتفسيق يحتاج إلى دليل سمعي وهو مفقود بور لما هي تكفير كي تفسق حورة بدليل سمعية وقال يزينها يروح إلى هذا قرآن كوام وأنا مفقود بور ومخالفتهم للنصوص نصوص بخلاف اعتراضنا تأويلا لا يكفي في الكفر مخالفة النصوص تأولا قال لما مكينا هي وحلقرها دليل سمعي ورنها هي نكا مدح وين وقال كده هذا الربوسي وذي مر أفراد إن التكفير بالإلزام ومآل المذهب ومآل المذهب رأي محض لم يرد به السمع لا تواترا ولا أحدا ولا إجماعا والفرض أي التقدير أن أدلة التكفير والتفسيق لا تكون إلا سمعية فانهدت القاعدة وبقي التكفير به على غير أساس وهذا الكيسي مآل اللازم وأنا أركي سمعي زلب قصة مين أيين ننكي قرآن هو مخلوق هذا ينكي جالسين ويا ينكا نكسي جالسين ويا ما شيء دقيقة وهذا كذي هذا مرشنات هذا الدير وقصوا الله قواعد الكفر وقصوا الحلو وهذا الكلام الذي ذكرته في شرائد التكفير والتفسيق هو على قواعد المعتزلة والشيعة وجل سائر المتكلمين بور شروطا كفر وتكفير أنت وحاسك له معتزلو شيعو هي متكلمين بدن كود نقوش أسوأ دين شيء قد ونمشي كجرا تأويل كوكس والله لازم كحول وعليهم مدار أكثر التكفير تتكلم لجاليسيو بدن كود وحلقتك جاليسيا مآلي اللازم وعليهم مدار أكثر التكفير وهو عندي في غاية الضعف بور لما تقدم
من اشتراط القطع في التكفير عند المعتزلة والشيعة وطوائف من الأمة، وهو كذلك بوري في حق من أراد القطع بالكفر. نك الربعين كفر بالقطع كل أرطه حبا ينقعد مزلون مرور نك، لكن ظاهر يظن حقتك في رسائل تالله ما قد نغلي من مرهية نغلي عشان تصمم كل حد. أنا البخاري وذاك معزلة صحيح كات تكفيري أو يري كفريات بكون ضعيف في صحيحه، لأنه حصوها هي قدر حصوها هي إنه دفعوا الربعين المزير وحقيقة ما قلناه شاهدا حول. حتى إن هذا المعترض زعم أن البخاري مبتدع بل كافر بشيء، سانه الله عن ذلك، واحتج عليه بشيء نقله من صحيحه يدل على أن البخاري يؤمن بالقدر، مع أن التكفير هذا بيت القصيد، مع أن التكفير عند المعتزلة والزيدية لا يجوز إلا بنقل متواتر، فكيف يحتج على البخاري بما في صحيحه وهو عنده لا يصح بطريقة ذنية؟ شيخ البخاري أقول تكفيرين بالدليل ذني أو كتب قرص كتاب كيس أظن معتزلية حقنا قابة كفر تكفير ما كل عكر إلا بدليل سمعي قطعي. وحور مرلحات ومنها مسائل بكهلي أن التكفير من المسائل القطعية يحتاج مدعيه إنك الشيخان يوحبها إلى التواتر الصحيح في الطرفين والوسط، في الطرفين والوسط بالله هو النبي قال قصو قاضي إلى الشيخ ورين هي لحظة طبقة كل وين متواتر ياي من هذا عزيز كان نقضه أما فرد كان نقضه أما وكان نقضه مشهور مستفيد ما ينفع متواتر من الأب إلى الابن ما غنى غلي والدين كان هذا الله وحي كجران بيدين ترنا يا مركات وحد كفي رسالة هذا الله هس. الكتاب كيسال العواصم والقواسم في ذب عن سنة أبي القاسم مجلد كأفراد بقول تضباطني سديد إسلام مجلد كاس أفراد صدح بقول لحدني سديد إسلام مجلد كاس بقول سديتني اللبو إسلام مجلد كات عفوا وحان ربا الروض الباسم أرقود بينه الروض الباسم مجلد كوبات لبا بقول سقاشني سديد لبا بقول مجلد كوبات لباتني سقال صفحة ده مجلد ك الله المستعان مجلد كلبات شنبق اللبات يكو نقوش هذه سوى تضباط وكاسة إن وزير اليماني عفوا إنك لورنجري مجلد كأفراد العواصم والقاسم وإذن شيء وأصناء بقول تضباط نستيض وإذن شيء إن الأمير الصنعاني وهذا وداد زيدي معتدل واجد من الصناعة حق ذو أي شيء ورجع كور رامي عزلا وركي هذا وحول قواعد بوشيء كتاب كيسي هذا المرة إني إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل صفحة الصدونات وحوجيدي الثالثة قاعدة صدحات أنه لا يجوز التكفير والتفسيق إلا بدليل سمعي قطعي فلا يجوز بالعقلي ولا بالسمعي الذني صرح بها المهدي عليه الصلاة والسلام وعلماء الزيدية ويأتي نصه على ذلك أبول. هذا لابد أن نصل إليه دليل سمعي أو قطعي على الرباح ورك مرك حكم كفر يتكفر هو حكم سمعي وحايس كله وليب قطعي الله بصده وحايس كله معتزلة إسكاله وحلق بنا مجره هو شا إسكاله هذا سائن له إطلاق تفصيل بعلماء وقبان هناك تكفير سمعي في المسائل السمعيات يا أخبارتي أذكر نيسان وتكفير عقلي ويحكو تعلقه توحيد كإله صفات كيسة ذاتك صفات الكمال كا أيق الله أن تود إلهي أن لبرن كرين وإله العبد كرين أما إلا إطلاقون لك لقادين وأوره مزل أي لا ضعي الشاعر ور كان بيكون رعسني مايا مزل وديدني الشاعر مزلنا يا رون أنت مزل أقول لايد أظن نقد أشعري باللقاتي صدق صدق ما أبو بكر الباقلاني هذا واحد ربزوا أنت أمه عبد الله محمد ما توه حبيبنا هيا ماشي مسكرة كعه ها ها خبرك واسكت ذي ها دوق النعمة الله يوحاني هذا يروح محمد لا إله إلا بس وهو يسمى محمد رسول الله كدرت حوري هوستي كان نعمة زنتا هوستي كان نعمة زنتا يقول مرك وحوي نك لها كفر وعقل بالنقطة نك دوا معتزلي وحان لنا هذه معتزلة نك كفر وسمعي لا ومعتزلي لي توي ولي بمعتزلة دانتو حتى وحبذا كنا وما كملها لقى كل دكار
إطلاق قاسم مركب عزلة تقييد بانجلين دون لك هذا إما خصي سهرت بل أقول قدب أشاعره ننقل لي إذا بكرة باقي الشيخ الأشعرية والأفر بقولي الله بدي أها جريدي اسمه صدح بقولي أفر بقولي صدح بوها ما لها أها يوحكها الله يا حتى كفر عقلي إنه جره مثله كسوها الله وهذا باطل تحسين تقبيحي لأن جميع القبائح إنما تكون قبيحة بالسمع ولو لم يقبحها السمع لم تقبح وقد كان يجوز إباحة الجميع على معنى أنه لا ينهى العاقل عن شيء منها ولا يتوعد بعقاب على فعله وعرف أما جواز الأمر بها فصحيح أيضا إلا الكفر بالله وحنك الله إن لنا تحسين تقبيح بقلئي مقل كري والسكري وحر وشرائع السمعياتك لكن الكفر بالله فإنهم محال إلا إسأمره أمل الجديد أمدتك الدين لغده لعلل قد ذكرناها في أصول الديانات ولعلنا أن نذكر طرفا منها من بعد وإنما الكفر الذي يستحيل الأمر به هو اعتقاد الجهل بالله والإشراك به اعتقاد الجهل بالله والإشراك به دون إطلاق القول بذلك الذي أطلقه الشرع لمن يحسن المعارض ولمن لا يحسنها ولعلنا نذكر طرفا منها التقريب والإرشاد الصغير مجلد كوبات لببق الكونتونيشن الكفر بالله والإشراك محمد الله مثلا عقلية لما جدين كرو لغمان دعي كرو إلهينا شرعي أمد وغمان دعي كرو لغمان خلطان بكرو المنصور البغدادي الأستاذ إنك ويقان شاعره لببق الأفر بغل لباتين سكالك بقريو دي مثلو كهالي وآه عقوشه إنا يقرن يسو إلهي أدون كحدث كيسي حدود كيسي توحيد صانعه وقدمه وصفات الأزلية إيو رسول شديريد دادية وحي لها المالة إيو أضوما إن أحكام الله صارو إنا يحقوشوا قرنيس مركز حولة لكن فعل كأنه واجبها ينو حاران يا سمعي قال لك السوقي وحكسوها اللي كدم حولي هذا يدعاد وقبل الشرع وقبل السمع روح إنه توحيد كإلهي وقرته وتوحيد كإلهي ما دوا مسلم وحدة وقبل الشرع هذو الشركية قال لما كنا عانا قبل الدعوة والخبر وحوله وكافر ملحدة وأشعر تكفيرنا هي مشرك مسلم توحيد الحكومة هي قبل الشرع بو حكومة هي لكن حوله عقابت هذا الكسادي يقول الأخرين وحولي فإن استدل العاقل قبل ورود الشرع عليه على حدوث العالم وتوحيد صانعه وعدله وحكمة فعرف ذلك واعتقده كان موحدا مؤمنا وقبل الشرع ولم يكن بذلك مستحقا من الله تعالى ثوابا عليه يقول له عقابا ثوابك هو مسألة سمعية عقابته مسألة سمعية فإن أنعم الله عليه بالجنة ونعيمها كان ذلك فضلا منه عليه ولو أنه اعتقد إن تنفير سهد ولو أنه اعتقد قبل ورود الشرع عليه الكفر والضلال لكان كافرا ملحدا إذن مسألة كفر يقول شرك هو ووركي ابن تيمية يقول اسم الشرك يضبط قبل الرسالة وحال الأسكوة هو عقاب إيه ثواب لغا النقاشة هي ولم يكن مستحقا للعقاب على ذلك يقول كفر وكدعي كافر بوكوية قبل الشرع ملحد بوكوية مشرك بوكوية لكن هل عقابه هي مسألة سمعية إلهي ووحوله ما كنا معذبين عور فإن عذبه الله عز وجل بالنار على التأبيد فله ذلك وليس بعقاب لأن عقابه حي ربطه حجة سمعية وإنما هو ابتداء منه لإيلام كإيلام البهائم والأطفال في الدنيا من غير استحقاق وذلك عدل من الله وركو ذي بكل سوءها بمحل المشيء لا ينبيض العذاب كرا فرعون أبا جهل جن وقين كرا وركو ذي شاعرات قرنيزة سكرات كرا هذا الدير كدعو والمسألة مصورة في حالة لم يرد فيها أمر من الله عز ولا نهي على أحد من خلقه فاستحال الحكم في تلك الحال بالثواب والعقاب على شيء من الأفعال وهذا تقرير مذهب شيخنا أبي الحسن الأشعري في هذا الباب كذب بعديس وحوتيري جماعة من السلف أنصال كله ولا يقال ناوركي نتمي أورنجري أهل البدع وحي قال نول بعديس وحوتيريو وكثير منهم قد تلبس ببعض المقالات الأصولية وخلط هذا بهذا فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بمثل مالك والشافعي وأحمد شيئا من أصول الأشاعرة والسالمية ويضيفه إلى مذهب مالك وأحمد والشافعي ورقم لقوية قنوي اسكا إلهي متكا السقع نينكا وركي سواد قرتين باقلاني نينكا اللي يلادو أبو منصور البغدادي وانشيق قرافي ما حكسو قرنية قرافي حلو وحقيقة الكفر
في نفسه معلومة قبل الشريعة، وحقيقة الكفر في نفسه معلومة قبل الشريعة وليست مستفادة من الشرع، ولا تبطل حقيقتها بالشريعة، ولا تصير غير كفر. حقيقة كفر ولا يقنا بشرع وكعلم ما الفروق اللي قرأها في مجلد ككوبات بقول لباتني اللي حلقة فيري ابن بزيزة المالك الأشعري وحكاها الله يقال هذا ولي أن دعوة قارن من الوجه هذه كراه ما شرط أن دعوة إلا قارسية قبل القتال. وحوله وقد بنى بعض الفقهاء الخلاف في وجوب الدعوة قبل القتال على اختلاف الأصوليين في معرفة الله سبحانه وتعالى هي سمعية أو عقلية. حلو هو خلاف بعيد وارتاكم أدسنوا الخلاف بعيد محايا لي، لأن المعرفة التفسيرية لا تتلقى إلا سمعا برشد إله إلا برنها يستد تفسيره ففازا شريعة لقسوي وتربيا كيدي ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان تفاصيل الإيمان باللوجية ده. لكن وأما العقول فدالة على وجود الصانع وصفاته بوجه كلي. كتاب المصباح الأفهام في شرح كتاب الأحكام جل سبحانه أفر بقول سقاشن يصدح أبو العباس زروق نك لوجه المالكي أشعري كتاب اغتنام الفوائد في شرح القواعد وحويري سبحانه السودان الكوبات. الرابعة قاعدة توحيدك كالله دلالة التوحيد عقلية، دلالة التوحيد عقلي ديك التوحيد كالله قطوصي وعقلي. والسمعيات النقلية مسالك السمع الشرع والنقلي، وكل منهما مستفاد من أدلتهما. السمعيات كانوا حلقة قادة من السمعيات، عقليات كانوا حلقة قادة من الدليل العقلي. لكن الأول أصله العقل والنقل تابع ومنبه، والأخير العقل فيه مقر وموضح، والتقبيح والتحسين في الشرعيات الشرعي. وحلسكوها التقبيح والتحسين كماها إلهي جريتان كالصفات كسمية وفي الشرائع والسمعيات، والتحسين والتقبيح في الشرعيات الشرعي خلافا للمعتز. وما كان معنى وردنبو سي وحولي مركو وركي سي وذي وحولي وصفة الكمال والنقص عقلي خلافا لمن عزل العقل عن الكل أو جعله أصلا في الكل أو جعله أصلا في الكل. خلاصة مركو حين قلت علماء الله خلاصة الباب عقل هو دليل كاشف، العقل هو دليل كاشف عن حكم الله سبحانه وتعالى لا موجب بين يوحان جنيا الله سترين. عقله هو دليل كتصها إلهي حكم كيسي وحما واجبي عقله وحنا محرمه لإلهي بقى. لكن سبحانه وتعالى دلائل أمارات بأدون كردوبي أطوق رئيس عقلك هذا علاماتك يا أمارات كسات راعي بالعقل والفطرة تكون راعي أطوق رواق الدنب وححن إنوحن يهي وحسن أسن يهي وحن حكم كإلهي وياه. إذن دليل الشيء لا يكون موجبا مر هذا نقول عقل هو الدليل وحو واجبك ما ديكره شيء وحكتوسه هي إيش أحد شيء وحواجبك الدوين موجبك يمحرمك هو الله سبحانه وتعالى حكمك التحريم كي إيجابك الله إسكاله. لكن عقله وحكتوسه هي وابولدي كو جيني سي ملبك شرعنا أدليل سواسدة تاس أقادة. خبر الأنبياء هي الدلائل العقلية أنا مرنا إسكوري من مهيان إنتا سنؤجيه الداه. إذن روحان إلهي غير كينو عابده أو إلهي غير كينو طوغه أو ربه سنقرنين أو سنموحد أهين بالأمارات والأسباب التي نصبها الله تعالى في الكون باتكو قرنيس هي فضل العقلي هذا. وكيك سوي للدارمي وهذا كفر معقول لا يحتاج فيه إلى أثر ولا خبر. عقل لا يحسن ولا يقبح وإنما يدرك أسباب القبح وقرنية صفات القبح أمارات وقرنية. عقل يقبح وعنها لقوة وحاتكو قراني شيء قبحك سقبحه واسيسيه الرئي وشريوي صفة قائمة هيد بالعقل يكوها لي ليسا سيدا شيء جرأ وشارعه ويخبك وكوشيك دانكو دوا مقالا نقولنا نكوشيك مقالا جريتان كذي اسمها ماشاء الله قد اسمها عنك خبر كيه واجبي مصوران بي سيجريتان أنا وأنكوشيك عقل واسيدا سوكال شيء سيجري وأما حما أما السما أما صفة قبح وذنب ومدحن أها أيتكوها لي ليسا كدبنا شيء حون إلا قفق هذا عقل حكومة هاي إلا قفق هذا إنه في عنطي عقل وكوشيك هوش أسوك الدرينسين يا. إذن عقله ومدرك للأحكام أحكامتنا وحدة جية الله دليل كاشفة وليس مؤثرا إن بضم هوش أكسوح العليزات فانتان
تصالة قاون كل قوت معتزلو أشاعره ما تريدين والبو إلهي وان عابدا أما الله نقنا يد هذا وحيد أن إلهي سبحانه وتعالى إنه حليم يهي أو قدير يهي أو حي يهي أو غني يهي أو متصف بصفات الكمال أو يهي منزه عن النقائص أو يهي يعرف بالعقل هذا عقل من موجبة ما إلهي بعلمه واجبنا هيا عقل ما إلهي بقدره يعلم يغنو يإراده يمشيه إنه كهفنا روحيبها حمانتي عيبها كتل ما نروحي كمالي وناجي قبن ما مع عقل إلهي واجب مثل عقل واقرطة عقل واقرنا هيا وإنتاس وحجري بعقل ودريما قرطة وحلوشتغن واقاتة إنتان بلغة الله هيا سيدا وصوك العقل وحقرنا هيا كفر قونون حوية هاي شرك قونون حوية هاي ظلم قونون هاي عدل قونون أكسن هاي رنتو أي في عنتي النافع هذا انت ننك سمي حمان أنا وحوية هاي إن العاية والعقابة ومدنية هاي انت سو وناك ننك لي مادنا إنو وناكسن هاي وناكنا مدنية هاي انت سو عقلو قرنية لكن إن العقابه إلا الداي وحيوت الله رب العالمين أو كريم أو دونك سعفيك حقا عقابك وانت عنك الله ينصمع وسودكين وقل يا أن لو واجبين عقاب وإيسان إيمان إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله يغفر ذنوب جميعا بحق الله لكن كان أصو وأكد وين يهي وظلمي وقدح نقص يطعن في الله سبحانه وتعالى قبل وحيد من مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة المحققين يوم مسألة دي نورد ما يكسها بسنة يدمحوها حيها مسألة دي أفراد إيدا بيسي الاستحلال علاقة شرك الطاعة بريوان إن شاء الله تعالى قبل قبلنا وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.